الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 وحلقة جديدة من برنامج في الصميم. الحلقة هذه اللي حبينا نفتحوا نافذة جرحى الثورة. تقريبا توا عامين بدات ثورة تونس، ثورة 14 جانفي واللي خلفت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى. وين وصل ملف الجرحى؟ شنو هو وضعهم؟ وكيفاش يعيشوا حياتهم اليومية؟ هذا الكل في الصميم. الصور هذه مش باش ننساوها، الأجيال اللي بعدنا باش تتحدث عليها. ثورة بدأت نهار 17 ديسمبر 2010، نهار تالي البوعزيزي حرق روحه، ومن سيدي بوزيد بدأت الحكاية. بدأ الغضب، هالغضب اللي ما كانش جديد، كان نتيجة معاناة وقمع لسنوات وسنوات. ومن سيدي بوزيد خرج الشارع التونسي في كل بلاصة، في بوزيان، في الرقاب، في تالا، في القصرين، وفي كل بلاصة، حتى وصلت للعاصمة. وكان الشعار واحد: خبز وماء وبن علينا. الثورة خلفت شهداء. كرتوش جيتو قضت عليه، جيتو في نص كرتوش. أنا لقيت في الأبلانس وقت لي شفته هذاك الساعة ذيك الدم والشي الدنيا والشي. رسبت مشيت للسبيطار، خلونيش ندخل. هو وقت روحي خارج بس غلطت للبيت، قالوا لي راه ميت. هي الفلوس شنو هي؟ فلوس شنو هي؟ تبكير حق وكاو، حق في اللي ضرب وكاو. هذيك هي اللي حاجتي بها في الدنيا، هذيك هي. والثورة هذه خلفت جرحى، واليوم حلقتنا على جرحى الثورة. أشكون ينطبق عليهم كلمة جرحى ثورة؟ حسب مشروع القانون عدد 97، جرحى الثورة هم اللي جازفوا بحياتهم، أوقع جرحهم غدراً إثر الأحداث اللي شهدتها تونس بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011 من أجل تحقيق أهداف الثورة. أنا أبو الشهيد، أنا عايش اليوم بلا فرحة ولا عيد. أنا أبو الإنسان اللي ضحى بروحه لبلاده، زيدت أزم أحوالي كنشوف أصحابه وأمداده. حبك تسمع واليوم نحن في أواخر 2012. الإحصائيات اللي قدمتها الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لوزارة الداخلية تقدر عدد الجرحى ب 3727. واللي قتلوا الثول برا صحيته متهني. في الصميم اللي خصص حلقته اليوم لجرحى الثورة، هي محاولة منا، محاولة أخرى للاعتزاز بثورتنا وشهدائها وجرحاها، وتذكير التوانسة الكل بكبيرهم بصغيرهم أنه لازم ما ننساوش لا الشهداء ولا الجرحى.
مش بالإمكان باش نقدموا كل الجرحى في حلقة واحدة، لكن باش نحاولوا نزوروا ونتعرفوا على وضعية البعض منهم. والبداية تبدأ من بنزرت، والعملية رمزية مش أكثر، لأنه بنزرت كانت نقطة الجلاء. في النظور نبدأ المشوار مع الجريحة نورة اللي عرضتنا في ثنية باش تورينا محل سكناها وتحكي لنا حكايتها. ما يقول لي دونك نهار 16 ضربت انا وامي ولاد عمي للجوز في النقري، فما شكون اخرين معانا ما نعقلهمش يعني بالوجه بركة ما سمعهم. ايوا ولا الى لمحمد رسول الله تضربنا في محطه حسن نوري حمض الشرفه. قداش من واحد انا وامي ولاد عمي للزوج ومعانا زوج اخرين في النقريفي ولا ثلاثه ما تفكرش بالضبط. ذكر ايه نتفكرها جاتني ضربه بجنوب على سيقي هذيا، عملت لي دوبل فاكتور وضربتني لهنا بحذا البسان وضربتني من هنا بحذا صدر خرجت لي منه وضربتني في يدي. بلا اربع رصاصات تقريبا. ايه هكاك اربعه. وما شفتش حد اللي ضربت بكل والله مانيش متاكده. خاطر الحاله اللي تضربت فيها انا والكل الانسان ماك تعرف يدخل بعضه ما عادش ينجم يحضر شكون بجنبه وشكون بحذاه وشكون ورا. وما تعرفش لابس زي مش لابس زي ما شفت شيء. لا لا انا في البلاصه اللي ضربت فيها شفت كان الميليتير، ومن بعد ما تضربنا وانا فقدت الوعي نتاعي وجاو مواطنين فما كيما سقاق صغير هكا دخلوني فيه فرشولي وغطوني خاطر كان عندي برشا دم وحاولوا باش يوقفوا لي النزيف. هذوما مواطني وانا وامي ولاد عمي للجوز و نسمع في المواطنين يقولوا اللي ضربونا هم شدوهم ايكا هاو يعني بوان فينا الحكايه حد فميكا. بعديك كي رقدنا في السبيطار لجينا شكون يعني مسؤول ولا قال كيفاش تضربتوا ولا حتى شيء. حتى رقدت 14 يوم في السبيطار بنزرت عالجوني وروحت لهنا. ومن بعديك جوني زوز عون من مركز الشرطه خذوا اقوالي وكاها. اليوم بعد عامين تقريبا من الثوره فرحة بالثورة هذه الحقيقة. فرحة. أنت متعرفش تكذب، هل أنت فرحة بالثورة؟ والله شو نقول لك، هي رأي الثورة هذه كي قامت ثورة الحرية والكرامة والكل، لكن نحس يعني الثورة هذه عفست برشا في الزوالي اللي كيفنا. واللي منهم مات يحيى الشعب. من غادي مشينا لإحدى المساحات الخاصة في ولاية بنزرت واللي فيها الجريح خالد بن نجم. قبل ما بدينا نصور شرط علي شرط، قلت لي نصور أما تحط لي الكلام الكل هكا ولا علاش تعتقد أنه ما نحط لكش كلامك؟ ليش يا لا قداش من مرة يعني صورت يعني ما تهفز ما يعني يحطوا شطر الحديث اللي نحكيه ما يعديوش الحديث كله يعني يعديوا اللي حاجتهم بيه هما. شكون حاجتهم بحاجته؟ شنو حسب رأيك انت شنو اللي حاجتهم بيه هما؟ يعني نقول لك عادي حتى مرة أخرى مع حكيت مع الاسم ما عادش الحديث الكل عادت أربع كلمات ما فهمتش علاش قلت وحكيت لها وحكيت معهم في الوضعية هذه. أنا هاو نحن نصوره خلينا نصوره ألتزم أنه أنا نحط لك كلامك بدون حتى أما نحن طبعا مش نقدر نحكي ساعة باش نحكي شوي خاطر الموضوع على جرح الثورة ككل وأنت أحد جرح الثورة فنحاولوا نلخصه ولكن ما نلخصوش حتى كلام. باهي انت اليوم يقولوا انك رافض تخرج من الكلينيك، علاش؟ انا رافض نخرج من الكلينيك حتى اللي يشوفوا لي حل، يشوفوا لي يعني انا عندي وجع في السقطية يعني انا بها ربي اللي تخليني نرقد عادي الانسان يعني ما نجمش نرقد بدويات يعني نرقد يعني لو كان مش تويكة مخدر بالدواء ما تلقانيش حتى يعني ما نرقدش حتى 4 ساعة نشرب فوق 40 حرب وجه في النار
وزرير أخو كل شيء يعني بيه ربي. من علاش هم يحبوا يخرجوك من الكلينيك؟ علاش يحبوا يخرجوك وانت ما زلت مريض وما زلت ما تعالجتش بشكل نهائي؟ نعرفش اللي مو الدولة يعني مش حاسبة يعني مش قايمة بواجبها كامل معنا. أنا نقولها لك ملقيناش حقوق نتاعنا كلنا يعني من عند العباد ملقيناش حقوقنا. معناها الدولة مقصرة معاكم؟ مقصرة معانا بالقدام. شو مطلوب من الدولة آخر؟ ثم الدولة أول حاجة تداوينا كل واحد يعني بربي يعني واحد من الناس أنا يعني وجاي وسقية يعني لقيت فما من يعني شكون مجموعة طب باش تداويني وباش قاطي فما مال باش ترجع تمشي على الساقية. قالوا لي ليه ها انتوما ولادنا وكل شيء ودار الطب تبدع وكل شيء وقالت لنا ليه ما نبعثكمش انتوما تعملوا عمليات وتجارب وكل شيء. ياسر حكايات يعني من كل في كل اي حاجة تعمل لك حكاية يعني الدولة حاجتها يعني واحد خويا واحد من الناس يعني على راحتها هي باش تخدم بينا باش تعمل بينا اللي هي تحب يعني وقت الانتخابات يجيونا ويقولونا صوتونا وكل شيء وكل حزب يجينا يقولونا صوتونا وكل شيء وتو ندوي وتو ناقوا معكم وكل شيء بعد ما نصوتوا لهم ما تلقى حتى حد يوقف معي. معناها انت خل اليوم بعد عامين من الثورة وانت لازلت جريح ولازلت مشيت لقطر انت تقريبا. مشيت لقطر قطر في قطر ما عقينا حتى شيء اللي نعمل فيه في تونس هنا خير من اللي نعمله من الاخير من اللي لقيناه في قطر. من علاش هزوكم من قطر؟ ها؟ واش هزوكم؟ هاوك سكتوا فينا ويوريو في الشعب اللي احنا خرجنا لقطر وندويو كل شيء. في قطر ما فما حتى شيء. الطب نتاعهم متاخر جمله. صحيح استقبلونا في السبيطار. يرحم والديهم وكل شيء ما نقولوش قطر ما عملش معانا. اما قطر ما فيهش طب. بتقدم جمله. اليوم في المكان اللي نحن نصوروا فيها فما اهتمام بيك فما اعتناء بيك؟ أنا لهنا قاعد وبنخو بمسكنات للوقت. لا يجيك قريب لا شيء؟ ها؟ مش عندي دوبا نخو بمسكنات كهو قاعد ما عنديش نقوله يعني شو نقول لك يعني نعمل في علاج كبير واحد أنا أحب يعني هاك يعني كما تشوف يعني صحيح نص البريطاني ما يتحركش وكل شيء قداش ضربت بثلاثة كرتوشات كان نهارتها نهار قداش في راس الجبل؟ 3 جونفي ضربت واحدة في صدري وواحدة في كرش وواحدة في عمود فقري ثلاثة رصاصات سبولي يعني في عاد مقعد على انت كنت في مظاهرة وقتها فاز ولا؟ انا كنت مروح من الاستعجالي دوبا يعني روحت من الاستعجال يعني انا مروح من السبيطار دوبا ريت كنت وخو برونشيت في جدري دوبا مروح يعني ريت واحد تضرب قدامي يعني ريت المظاهرة صحيح ماشي بجلب المسير ريت واحد ولد حومتي تضرب حمدي ولد درويش الله يرحمه جاتو كردو الشهيد في دوبا تضرب يعني طيشت الموتور انا على الموتور طيشت الموتور في الطي على جنب وهبط له نجري انا نجري دوبا مشي ونجري ضربني الاولانية في صدري والثانية في كرشي والثالثة دوبا طبست علي جيت نهزو بربي شفتو اللي ضربك؟ اي ريتو اللي ضربني تعرفي اي نعرف رئيس وقتها رئيس مركز الشرطة هو اصليتو اسمه منجي الزواري ملقب منجي التابعي حسب قالوا حكم عليه 5 سنين اما هو للحين مازال لا موقف لحتى شيء.
يخدم في الاقليم لهنا في بنزرت. اليوم قاعد هنا وضعك كما هو، وين مش تمشي الامور اليوم انت توا قاعد تاخذ في مسكنات فقط؟ انا حتى الحين يعني لا يعني لا القول لا علاج، يعني ما القوليش حتى حل في الالم. وهني قلت لك يعني شنو عملوا شنو يعني كل ما يعني ما نلقى حاجة لقيت حل حتى يعني باش حد باش يرجع يعمل. قلت لك كما مجموعة الطب المجموعة تاع الطب قالوا لك الدوية كيفاش تكون شنو يعمل؟ دولة منعتني. كيفاش تبغى؟ علاش دولة تبغى؟ دولة قالت لي ليه ما تمشيش وكل شيء عندك جواز سفر نتاعك؟ نعرف ما تسهلكش حتى شيء، لا تسهل ما تخليكش تسهل ما تخليكش ما تسهلكش لا في فيزا لا في حتى شيء. وما لقيتش يعني شكون هما فرنساويين قالوا لك داويوك ولا من هما مجموعه طب، واحد من امريكا واحد من الاردن واحد من واحد من الله طعم رسول الله واحد من لبنان واحد من انجلترا. وين يحبوا يهزوك؟ يعني شنو نمشي نعملها في لبنان هي العمليه. بعثوا لي يعني رابور، بعثوا لهم من الرابور نتاعي وقالوا لي العملية نتاعك ناجحة. أنا وواحد آخر اسمه رضا زفان ماذا بيا شكون يقف معايا باش نعملها العملية هذي، ونحب نرجع نرجع نمشي على السقية. أما 24 سنة تدمرت يعني ما فما ياسر حاجات يعني القدام يعني نغزلها في الحالة هذه يعني تنحات يعني مستقبل يعني يدمر يعني في الحالة هذه صحيح مستقبل يدمر. إن شاء الله ندي ذا يوصل. أنا كيما وعدتك خالد كلام قلت مش يوصل بدون تنقيص حتى كلمة. شكرا. بعد بنزرت مشينا المنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، وغادي خلينا نموذج لعائلة عائلة الحيدري واللي فقدت شهيد وعندها 5 جرحى. لا الشهيد خذا حقه ولا الجريح خذا حقه. لو مش مجريح ولا مش شهيد ما كانش هما يقعدوا على الكراسي، كانش يقعدوا على الكراسي. والجريح لو مازال عمره ممكن راه كان مات زاد مش شهيد. ومحاكمات محاكمات الجرحى الى الان تولى اللحظه هذه ما دامش حتى حاجه، في حين معروفه قضاياهم لا امن ولا جيش، كلها امن جيش خاطي ما جناش. قضيه شوقي تميعت يعني معروفين العوان ويتسطلوا عليها، يعني حتى وزاره الداخليه عندها ضلع في الموضوع، عندها ضباط يعملوا في مراسلات هذا راهو رئيس المركز هو اللي قاتل. مش صحيح، انا اخويا نعرف شكون قلت باش تقولوا يقولك نخاف ما نجمش نقول. ما تشوفيش يعني مع السكوت ولا الهدوء الموجود تو في تونس انه باش تتعدى حقوق كيك الشهداء، لا مستحيل. احكيك على احنا بوزيان وخاصه عائلتنا والايام بيننا. خذوا تعويض زهيد كان يطلبوا من نهار سارة الثورة للمهم 6 ملايين. لو تسولوا كلهم رام خذوا 6 ملايين، أنا صرفت 4 ملايين في العملية متاعه الجراحية، وهذه وثائق تثبت فاتورات المصح صحة النجد 4 ملايين. بعدت كتبت للوزير العدل وثلاثة ولات لجو سيدي بوزيد كل عملت لهم مراسلات حتى واحد مرد علي، حتى واحد مرد علي. نور الدين البحيري يعطي فيها الناس معينة دون الناس، وحديث موجه ليك سي نور الدين كتسمع فيه. بوزيان باش تعاود من جديد، هما كل شيء يسرحوا فيه في بوزيان، وكل شيء في بوزيان يمشي. واحد باش يطلب خدمة في بوزيان روح، باش عدي المنطقة نتاع باب حر ياكل طريحة ويروح. أي نعم موجود هذا، وأنا قلت الأعضاء في النهضة في مكة، قلت لهم الكلام هذا النهضة، قلت لهم يدخل باب حر ياكل طريح، يزول منوب يعطو طريح، يدخل للداخليه ياكل طريح ويروح. مسؤول على كلامي في هذا، وعندي دليل ما يثبت هذا. وين حقوق الانسان اللي يحكوا عليها؟ خاصه سي سمير ديلو من كان باش يجي مع الجريح ومع الشهيد ومع المواطن العادي يصبح حقوق الانسان للدوله،
مش حقوق الإنسان للإنسان للدولة. يعني مهزلة مهزلة التاريخ الطوالي، يا ريتها ما كانت، خسرت فيها أخويا وولد أختي الله أعلم يبقى راجل ومش راجل، مضروب في جهاز التناسل نتاعو، ولدي مضروب في العمود الفقري وهاي الصور تثبت هذا، النخاع الشوكي 3 مليمتر ويتوجع منه، وغيره وغير غيره، ولد خالتي وهلما جر السلسة يعني من والأخ خالد برجله. هذه حقوق الإنسان، ما ثمش حقوق، هو الحق تأخذه بيدك، يعتبروه تهديد، يعتبروه كلام عادي، يعتبروه كلام هز الريح، مش مشكلة. حب نزيد للأسف الحكومة هذه، مع الأسف كان أمن كبير كبير، وللأسف أنا صوتت لك للأسف، ونتمنى أني ما نعودهاش أصلا. وفي الرقاب اثنين أصدقاء جرحى أصيبوا نفس اليوم نهار 9 جانفي 2011. أنا بالشهيد والله. نهار 9 جانفي خرجنا مع الشباب، دخلنا معنا مواجهات مباشرة مع قوات الأمن، كانوا هما يستفزوا فينا، معنا صارت أكد في وسط البلاد أنه ثم ملازم الأول اعتدى على مواطن مرقاب، حزت في نفوسنا نحن كالشباب، حركنا كي معناها تم عليهم الغاز وبدينا معناها نحن نقدموا باش نحصروهم، دوروا معناها بدلوها رصاص حي في نهج في شارع متاع طريق صفاق صفير علي، تضربت كرتوشة على مستوى الساق اليسرى، فراكتير في العظم وميرسياتيك، والله وقتها زيت تضرب معايا بعد شوية بعد هنا تضرب شهيد نزار بولي صاحبي نزار سليمي صاحبي برشا توفى الله يرحمه، وبعد معاد في نفس الشارع. من نهارتها 9 جانفي للحد الآن معناها نحن كجرحى ولا كشهداء وعائلة شهداء لهنا في رقاب، ولا العباد اللي قدمت معناها برشا لتونس، ولا العباد اللي ناضت من قبل ثم والناضت الموجودين لهنا في رقاب ولا في سيدي بوزيد ولا في مناطق الداخلية، تو معناها مازلنا نحسوا ثم جهويات، أنت من جهة هكا ما تداويش، أنت جهة هكا تداوي. واحد من الناس تعرضت لمظلمة كبيرة، مظلمة أنا وزياد قراوي هذا معناها ضربته خيبة برشا، ما حضرش اليوم كان مسافر، هو ضرب ضربة خيبة معايا معناها الناويه، معناها أكبر ضربات إصابات معناها موجودة في ولاية سيدي بوزيد، عملنا الاعتصامات، معناها أنت تصور جريح ثورة معناها في تونس اللي هنا يعمل اعتصام باش ياخذ حقه في العلاج، معناها هو حقه هذاك معناها ما ينحيه حتى واحد، ما قالوش جيب لي اعطيني فلوس ولا اعطيني خدمة ولا نولي معناها عندي بوفوار في البلاد، قال لك اعطيني صحتي نداوي وبعد نجيب. سي عبد اللطيف المكي هذا معناها قابلناه بمي دفوا معناها ما بيناتنا ويا نحكي، يحلف ويتكتف معناها انه ما حتى واحد باش يخرج القطر وحتى واحد باش تكفل به اي جهه من الجهات الخارجيه، ضربنا في تونس نداو في تونس وكان ما ثماش معناها دواء في تونس نخرج لبرا داوينا الحكومه هذه ولا البلاد، ما رانا معناها بعد جمعه يخرجوا معناها كعبات معينين علاش خرجوهم هما بالذات يخرجوا قطر تحت، معناها شكون يصرف عليهم، شكون معناها اللي وراء الجهه اللي وراهم معناها اللي خرجتهم. سي سمير ديلو كذلك نقابلوه كان معناها نتعرضوا لإهانات معناها مثل الأعوان قدام الوزارة حقوق الإنسان، حسينا مظلمة نحن جماعة رقاب وسيدي بوزيد، هذا يحكي لك معناها صديقي هذا معناها زميلي في الثورة ما خذاش تعويض، ثم برشا عبيد ما خذاش تعويض لتو. في جمعة عيد الأضحى المبارك خرج مسلم من الكلينيك باش يمشي يزور عائلته في الورداني. ما جيت نهار العيد مسلم؟ والله جيت نعدي في وكانت كنت في السبيطار معناها أخذت رخصة وروحت في العيد نعمل طلع الدار وإن شاء الله نرجع النهار الاثنين كان سهر رب إن شاء الله. والله هو ماشي به والله شت نجم تقول هكا وهكا عليه. أنا والله معناها فما تقصير سبيطار في كل بلاصة موجود التقصير عليه.
الحكومه من السبيطار. لا الحكومه بعد نحكيو عليها من السبيطار في تقصير زاد في السبيطار في ما حاسش نحول لكم زرتنا الله يكون عامك بخير يا حاج ربي يقبلك ربي يعيشك على السلامه. هذه قعدت انت بالمجيد انا معناها ملي تضربت وانا في السبيطار من سهلول تحولت معناها مشيت للوبيتال المنيتير وقتها قالوا باش يداوي الجرحى في السبيطار المنيتير وقتها هزيت ورقه قالوا لي بالله واشرب ماء وليت مشيت للقصاب رقدت تقريبا 6 شهور وبعديك وليت تحاولت بعد القصاب حولوني للكلينيك وقتها صارت فوضى معناها وعملنا مشاكل واحد كل شيء بالسيف باش حولوني للكلينيك خرجنا لقطر حق بربي حكيت قطر كيف هي فرحوا بكم القطريين شنو فرحوا بينا وشبعونا بالرز كيفاش هاي كان الماكله والنوم في قطر حتى شيء ما عملوا لنا حتى شيء جينا غادي كاني خسرت ساقي معناها كانت الدواء نجم نمشيو لبلاصه اخرى كانت الدواء لا بسيطه في تونس ما عملوا لي حتى شيء قال لي سي هذه ساقك ما عادش فيها يلزمنا نقصها نقصها في قطر ولا في في تونس في قطر نفس الحديث قالوا لي ما عادش نجموا نعملوا لك حتى شيء كل شيء فيه ما عملوا لنا حتى شيء اللي كاع اللي خرجوا الكل هذوما ما عملوا حتى شيء راه زالوا يعانيوا فما رضا زلفان زاد كان معايا انا تو موجود في كلينيك الزيدين ما فلوس في قطر فلوس شنو؟ هاي هما قالوا خير ما عطاوش ايش عطاونا فلوس شنو؟ علاه خيرك القطريين لا؟ تمام ما جينا حتى حد وما طلع لنا حتى حد وما عطانا حتى حد زاد لو خيرنا القطريين غادك يا باسل يقول يا باسل في قطر؟ اه قطر بعت له فلوس انا بعت له فلوس لقطر حرر البلاد فنمشيو للبلاصه الثانيه تبعوكم تبعوا واللي منهم مات يحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب يحيى الشعب في 14 جانفي بعد خرجنا المظاهرات قالوا لا هذه هز بلادك جينا الخويا والوالد والولاد بلاد الكل هنايا كل الحومه وبلاد الكل جاوا برشا يعسوا لهنا قالوا معناها تعسوا على بلادكم بخلاف الجيش معناها على ان كونه كان الجيش فما حاجه اتصلوا بالجيش جينا ناس لهنا معناها ونسهروا لهنا ولاد بلاد الكل ملمومين جانا تليفون قالوا معناها فما 4 كراب 3 كراب حاكم وكراب سي في كانت باكا وكاتفونكات وبرلانجو وكراب سي في قالوا لنا ما تخليهمش يتعدوا عرضنا لهم كل هنا انا عرضنا لهم من هنا ما خليناهمش يتعدوا انا ما خلوناش نقربوا للكراب قالوا لنا ما فز ذي رئيس المركز معاهم رئيس المركز نتاع الوردانين قال معناها ولاد بلاد قد عملت معاكم وما تعدونيش في هذه قلنا له شنو عندك غادي ونعديوك وفما حتى مشكل عندنا نتصلوا في الجيش انا ما حذروش كونه كان باش يضرب بالكرتوش ولا باش يعمل ما حذروا حتى شيء ديالك مدوا سلاح حتى يضرب قتلوا 4 على الكرتوش ضربوا 13 معناها حتى الكرتوش مازال موجود غاديك انت حبيت نسالك سؤال انت قبل الثوره كنت تنتمي لحزب كنت تنتمي لاي فريق انا انسان معناها نخدم الدار للخدمه عندي والدي لا يبيهم لا ننتمي لحزب و... ما كانش عندك حتى ما عندي حتى ما عندي حتى شيء ما نفهمش في السياسه من اصله انا كي خرجت نعس خرجت بقلب ورب الوطن الوطن على البلاد خايف على بلادي ولا وقتها انت ما كانش عندك لا انت مش سياسي ما عندي حتى شيء ما نفهمش اصلا في السياسه ولتو هذه ساعه معناها الحريه وكل شيء المهم انا حقي نفهم في السياسه وتو ما نحبش نفهم فيها وما نحبش ندخل فيها من اصلا تو على نفس الموقف اللي كنت فيه قبل هو ما نتبدلش ما عنديش ما نتبدلش كيفاش جاتك الضربه انت؟ الضربة ما أنا كنت نعس من هنا باش نوريك. أفعلوا لك خليه شوية من تحت. خليه شوية خليه خليه يتصوروا. احنا عرضنا لهم أنا وقت لهنا. إيوا. واحنا عرضنا لهم سكرنا لهم الكياس من هنا. بعدها نتصلوا بالجيش. فما ما قارب يوصل للفرقبة معناها عباد. عرضوا لنا هنا الفرقة معناها من الوردانيين كل من الوردانيين كل ولاد بلاد يعسوا على البلاد فهمت عرضوا لنا هنا جبتوا سلاح من الشباك ضربوا معنا ضربوا ما تعرفش شكون جبد عليك انت كيفاش نعرفوهم الثلاثة اللي ضربوا الوالا أما ما نعرفش أنهم منهم بالضبط اللي ضربت يعني هم نعرفوهم يخدموا في المركز إيه معناها مازالوا هما مازالوا فما عوائل مازالوا يخدموا موجودين
يعني ثم اعوان من الامن هم اللي ضربوه. اي ونعرفوهم الامن هم اللي ضربوه، نعرفوهم حق المعرفه ونعرفوهم واحد واحد. ما قدمش قضيه ضدهم، موجودين يخدموا في الداخليه وحاولوهم من بلايص ويخدموا وياخذوا في شهريه. وتعرف اسمائهم وكل كل معروفين واحد واحد. وقدمت قضيه ضدهم معناها مقدم قضيه الجلسه اللي فاتت معناها استئناف واجلوا عاودوا اجلها القضيه، عاودوا طلبوا لي بشرع عاودوا اجلها. معناه نعرفوهم حق المعرفة. وفما عنا ولد بلاد هذا اسمه بوغليب محامي جانا للديار تقديما عنا دوسياتنا وتحدث على الوردانيين في الوطنية، وهذا بتليفون يخرج في الوطنية، يحب يعمل ندوة صحفية بتليفون يخرج. معناه أزر الناس اللي دافعت على البلاد ما تخرجش معناه باش تحكي بالتلفزة ولا تحكي كذا، أما هو بتليفون للوطنية يوريك اللي مع زي الاستعمار. هذا معناه عنده حزب ومحامي، معناه يكلموا يتصلوا معناه يتصل بالوطنية، يحب يعمل ندوة صحفية، تحب يحكي على الورداني، خرج فينا يحكي على الورداني. ولاد بلاد منافذين قبل في عاد برقيبة وتاوى وتونس وتونس، واحد يحكي ويشكر في الوردانية، وقفت البلاد. بعديك جينا في الاستئناف نقهوه يدافع على المتهمين بعد الاخذية معلومات واخذية سيديات واخذية دوسيات، ونقهوه يدافع على المتهمين. يخدم كونترير ماكس، قلب الفيستا، قلب الفيستا. واليوم مسلم في فرنسا بعد ما خذته على عاتقها جمعية تونسية في فرنسا، خذت علاجه على نفقتها الخاصة من طقطق. سلام عليكم، ربي رجع مسلم بالسلام. في الضاحية الشمالية وفي الكرم اللي شهدت العديد من المشادات بين الأهالي وبين الأمن في الفترة ذيكا، زرنا الجريح وليد الكسراوي. أنا معناه ما حبيتش نروح، خاطر أنا ما خرجتش فهمني بور لو بليزير، فهمت، خرجت باش باش يخرج بن علي يا نموت أنا، خاطر سايس سي في فيت ما فيش زيادة هكا. ما صارت ما جيت، ما راني الا انا فهمتي، فما دوره درتها وعاون امن فهمني جا قدامي، ما لا قال لي لا اقف لا اقعد لا بنروح لا حتى شيء، طول ضربني الحمد لله. سلاح هو شد سلاح، والله يصل انا وعشلاح مش سلاح، مش عرفتوش يعني، ما قلتش شطاير، خاطر شطاير تنقب وتتعدى تقعد كرتوشة ما تتعدى، اما هذه معناتها اكسبلوزيف، فهمت كيفاش، حاسب تضربت وقتها وما راني لهذا كله، انه هو ما حاولش يضربني بركة، حاول يقتلني، خاطر من بعد نسمع في تشغيل سلاح واحد مقدر. الحمد لله فما عباد ولاد حلال يعني دخلوني الدار ما انقذوني، فما يد جبدتني بيست وقتلات بيست جبدتني دخلت الدار، سكر علي الباب، ضرب واحد بجنبي تقل الاثار نتاع الكرتوشه نتاع الشظايا نتاع الكرتوشه اللي ضربت بها انا، جرحته هو معناها قطعت له العلب، فهمت كيفاش، باش يوريك ان كرتوشه مش عارف قنبله مش عارف كيفاش. لحد الان وانا مازال ما تنفذ شيء، اعطونا استماره التشغيل هذيك في القانون هاك تاع التشغيل جرح الثوره، واذا كان ما صارش يشغلوا خوه ولا فهمت كيفاش، ما صارش حبر على ورق. عمرت انا بالنسبه لي انا عملت تنازل خويا حكم ساقي مخصوص، حتى كان مازلت ما ركبتش بروتيز، حب لي عام اخر معناها ريديكاسيون بروتيز واحد تمام، فماش حكيت خدمة وبلس كسام مشهود اكثر، وخليتها لخويا خاطر خويا معناتها عامل فيزي ماني فاكتي وقعد في الدار، خليتها لخويا معناها تقرا الاستماره شنو شي وظيفه عموميه ومعناتها وتحس حاجه، وانا حس حاجه باهي، اما كومي قلت لك مازال حبر على ورق، فهمت كيفاش، معناها الامور هذه حبر على ورق، ما وقتاش نصدق ونقول بالحق معناتها تقول صارت منها الحكايه، وقت اللي معناتها تصير وخويا يدخل وانا ناخذ تعويضي وناخذ نعرف شكون ضربني ومطالب معناها الحقوق نتاعنا كلها تتحقق. وليد زادة مشى لفرنسا على نفقة نفس الجمعية التونسية اللي في فرنسا، شكرا للمجتمع المدني. ولاية القصرين بكل معتمدياتها هالولاية اللي قدمت أكثر عدد شهداء وجرحى وشهدت انتفاضة كبيرة تحدث عليها الكبير والصغير، مش نبدأو بأصغر جريحة، مش نبدأو بمرام. كنت نمشي بالجهة اليمين من غادي تلفتني الحاكم قدام المركز
والعباد تضرب بالحجر بعد ما دفنوا محمد امين. محمد امين دفنوه نهار الاحد وانا روحت في العشيه مع الخمسه كنت في تونس ومعايا بنتي هذه ومعايا بنتي الاخرى تمشي على ساقها بنتي الاخرى. كنا هذا مرام فيدي وقت مرموه هربت جينا ما بيتش نمشي قدام المركز قصيت على الجهه هذه باش نمشي بجنب الحيط هكا وانا طلعتو هذا مرام فيدي هكا حد ضربت قمه الكرمجان جد قدامي تحت مرام نيتي تلفت نقي مرام تخنقت وزراقت وفمها سالو وخشمها سالو قدام للزوط زربت العباد واحد يجري واحد يقول ماتت واحد يقول حيه واحد يقول ثم شكون جري لي وقال لي بنتك راهي مازالت حيه هزيناها مشينا بها للسبيطار وقت السبيطار دخلت في غيبوبه باش تفيق. يحيى الشعب يحيى الشعب سيدي الرئيس انا ابو الشهيد انا عايش اليوم بلا فرحه ولا عيد انا كل انسان يضحى. اصغر جرح التونسي واكثر واحده مضروره معنا ما راه كانت ما تنجمش عام ونص ما تكونش ما تنجمش اي حاجه تهبط على الجرح تشرك عندها ذي قفاس ديما ركت في سبيطارات الكل باش تعيش ناس وتقعد تونس غاليه. ونحن في ثنيتنا التالا وقفنا في مدينه الكيف محمد احد الجرحى اللي اتصلوا الحوا باش يشاركوا في البرنامج. مازلت تشوف في ام وتسهر ما تنام الليل. انا نهار 15 في 9 نتاع الليل خرجت من دارنا هذه من الكيف بلاد معناها كان الحاكم قاعد يدور ثم زاد مواطنين زاد الدور فهمتني خرجت جست معناها وصلت قبل وصل البلاد بشوي. وين انا اكل وقت ايش بالضبط 10 في الليل؟ لا هذه ما حكيت 8 و4 نتاع الليل وقت حال طوارئ. اي حال طوارئ اما مازالوا ما عملوش كوفر فيو. مازالت ما عملوش كوفر فيو ما ثم حتى انسان زاد باش يقول لك او كوفر فيو ما هوش كوفر فيو. خرجت 8 و4 نتاع الليل يعني 8 و4 نتاع الليل حاصلوا انا وصلت وصل البلاد بون فارغه ما ثم حتى بقعه هابط انا باش نروح على روحي باش تهبس كامبي نتاع حاكم هذي فهمتني مبلعه معناها مبلعه بالحاكم فهمت عاملين كونغ معناها الكاغول هذيك فهمتني تاك 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 حاسينو لقيت روحي هنا في الارجونس فهمتني من بازر بعد ما زرقولي وكذا ومن تلفت لقيت مينيتير فهمتني بحذين مينيتير فهمتني من وقت من غاديك تخدم بيا انا الامبيلونس حتى اللي اشترني كولس بيتر تونس بقيت ثلاث ايام انا غاديك ومن بعد رجعت. يعني يقول لك برشا ناس تجرحت هما في الحقيقه راهو كانوا معناها كانت نيتهم سيئه كانوا ماشيين يسرقوا كانوا ماشيين يخطفوا هكا يقولوا. اي صحيح اي انت تعرف صحيح الحكايه هذه. كيفاش الواحد يتاكد مثلا تو تصور روحك انا نجي في البث قلت 8 نتاع الليل والدنيا خايبه وظلام ووضع متازم في البلاد شنو خارجك في الليل؟ مثلا كان واحد يسالك اكيد راهو سالوك السؤال هذا. انا بطبيعتي ماكل العباد فهمتي كيفاش الاكثريه مغلب النهار ديما راقد اما في الليل انا نصر. هذه معناها اول حاجه. ثاني حاجه انا معناها تقولي انت 8 وربع فهمت كيفاش انا عندي 20 سنه ديما نصر الماضي 3 ساعتين تاع الليل. ثاني حاجه ثالث حاجه انك قابلت وزير حقوق الانسان جال كيف اللي هو سي سمير ديلو فهمتني كيفاش كي حكيت معاه قلت له انا النجم ريتني انا عرضني على اي طبيب شرعي فهمتني وباش نبين لك انا سقوط قال لي اوكي سير جاتنا الاستماره نتاعك وقريناها وكذا وكذا موش وزير لول موش مسؤول اول يعني فهمتي وصل اربعه مسؤولين ما فيهم زوز وزراء شنو مش تعطوك التعويض اي تعويض اعطوني التعويض تاع شنو اعطوني انا 6 ملايين شنو نعمل بهم 6 ملايين يعني فهمتني انا باش نعمل بهم 6 ملايين شنو تحب فهمت انا انسان نحب نخدم على روحي انا انسان باش نكذب عليك باش نحكي معاك بكل صراحه بكل صراحه انا انسان تعبت خويا من الحبس انا انسان تعبت من الحبس ما عادي شبع حبس فهمتني والحمد لله خرجت لاباس انا في راسي خرجت نتصرف كذا انا هنا انسان نحب نعمل مستقبلي ما تعوض لي ولدي واللي قتلوا الفول برا فحياته متهني مازلت تشوف في ام وتسهر اخر محطه في حلقه اليوم مش تكون تالا هالمدينه اللي ناقصها كل شيء لا بنيه تحتيه ولا اهتمام ولا هم يحزنون لقينا الناس الكل يستناو فيها ربهرها وغالي ومستقبلها بين يديك انت تو الوضع في تالا شباب الثوره سواء اللي انجرحوا واللي حتى اللي شافوا شعر اللي انت الثوره ما قدمت لك حتى شيء ولا قدمت لك حاجه؟ انا قدمت لي حاجه كوني كرامتي رجولي نحن رجولي الحمد لله كي ظل يقولوا رجال ولا شباب تالا ورجال تالا وكسرتوا القصريه رام رجال الحمد لله يا ربي وانا نفتخر بحاجه اني عملتها قدام ربي اللي خرجت من علي ذيك حاجه رانا نفتخر بها قدام ربي بها اللي عملته ما خرجناش باش نسرق وما خرجنا نطالبوا بحقنا في الشغل
كما العباد الكل. شنو مطالبك اليوم؟ شنو هي مطلبك؟ مطلبك يا شاب ناي عالجوني كمل مساج طبيعي في كلينيك بريفي عليا. شنو هما يتقاسموا بالفلوس والكريس كادتهم مش خلصوا علي هناك كلينيك؟ يعني انا دفع انا تونس هذه مستعد انا نخرج حتى القديم مستعد نهزوني سوريا فلسطين نمشي عادي مستعد معناش عنا كلمات كل حياة عادي. نحن بطبيعتنا بطالة ومعنا خما خسرين من الدنيا وتونس هذه معنا ما ننتظر ونحن في يوم ما قالوا لنا مشكم تونس فاش ضربت قدام ترفعي المطرح طيحون المشاش هربت من السطح ما خليت بقى دريت حمبوني هزني روح بيه الحوش يرجعوا الكار ويقولوا قدام نمشي بالعصي انت هاو سير فيه ما خليت بقى سمير الدين قبلت فوزة قبلت قبلت هاي العلي قبلت تقص الحقائق مشيت له ما خليت بقى تعويض ما خذيتوش عملية مزال مركبوش ما حشيش بالفلوس نحشي برجلينا رجلي برك وزير الصحة مشيت له قلت له حشي كان برجلي عدني سهلوا مش نعمل عملي قلت له ما حشيش بالفلوس حشي برجلي خلي الدري خلي الديه على الروح حشي برجلي رجلي يأكل وقاعد بطال دري ذا عطول ما لقيتش نمشي لسوف انا سياسي في الركوب والله انا سياسي في الركوب لا عطيناك بطاقة النقل نركب بيها لا حد يمشي عندي شهادة وبيضا نعالج بها عطته للشؤون الاجتماعي عندي 10 سنة عاشر بعدي والله عاشر بطل نضع عمري 57 سنة ولا نمشي سوس نمشي نعالج ولا نفيدي نساسي نجيب لهم في غب وحارب الفساد يحيى الشعب اللي تشرح واللي منهم مات يحيى الشعب بتعبوا جرح الثورة وش عطيتوه باش متعتوهم متعوكم بالحرية عطوكم الكراسي عطوكم المناصب عطوكم كل شيء باش متعتو انت جريح ناك جريح ونتحدى اي مسؤول من المسؤولين ولا اي واحد يحكي في التلفزة ويقول نا ونحن وعطينا لجرح وعملنا لجرح جريح مضروب 3 كرتوشات قدامك وصلت سبيطار القاسرين ب 4.2 دم معناها وصلت 10 ايام في حالة خطر معناها مزلت نخدم بالماكينات ربي سبحانه كتب لي عمر جديد الحمد لله يا ربي ما تهينيش على الاقل اعطيتك كرامه واعطيتك هيبه واعطيتك الحريه واعطيتك كل شيء ما تهينيش تعبتش علي مش نادم انت شكون لا مش نادم لا شو سامحني نراني اللي عملته الروحي عملته من اجل شنو صارت الثوره ذي من اجل شنو صار الثوره ذي صارت من اجل العيش الكريم حريه عايشينها من العهد السابق سواء في الخفاء ولا في الظهر عايشين الحرية متاعت محترمين الروح موصلنا حتى شيء أما من أجل العيش الكريم أين هو العيش الكريم؟ ماشي فتحي وانت قاعد كنت تشوفينا نصوروا في تالة في وسط تالة في وسط مدينة تالة عشرات وربما حتى مئات من الشباب سواء حتى نساء ورجال كل واحد يجيني يقول لي أنا جريح ثورة وما خذيتش حقي أنت ناشط في المجتمع المدني في قضايا جرحى وشهداء الثورة كيفاش وضع جرح الثورة باعتبار القضية تتعلق بجرح الثورة في الحلقة هذه أعطينا الوضع بالضبط في مدينة تالي كلاو فيكم اللي عودتوا فرتوا قضية الشهداء والجرحى بعد ما تغافلوا عليها تقريب المجتمع المدني كل تغافلت عليها الحكومة هاو انتم الإعلام اللي نحن من أدور ونعاود في القضايا اللي ما تحلتش في مفهوم الجريح تالا حل بها أكثر من 1200 عون بوب من نهار 3 لنهار 12 1200 بوب عون أمن في تقديرك باش يقمعوا ويقاوموا ويحدوا من انتفاضة وثورة الآلاف لأنه لو كان جوا 100 ولا 200 من الشباب اللي واجهوا الأمن راهم بعثوا لهم 30 و 40 عون هما بعثوا 1200 عون يحب يقول أنها تالا كلها انتفضت وتالا كلها ثارت وتالا كلها قمعت وتالا كلها
معناها وقعت لها مداهمات في الديار نتاعينه، وقع توقيف حتى تلامذة. نحن عندنا فئة من الجرحى تلامذة اللي توقفوا نهار أربعة ومشوا لوكيل جمهورية ومشوا وقفوهم في الثكنة، ذكر ما تحطوش من ضمن الجرحى. إذن الجرحى في تقديرنا نحن كجمعية الشهداء والجرحى هم اللي وقع تعنيفهم، اللي وقعت عليهم المداهمات في ديارهم، اللي تم توقيفهم في الثكنات وتم توقيفهم في الأمنية بشكل عام، اللي هم يعدوا بالألاف. وقبل ما نفاو مشينا الرضا واللي فعلا أثر في كل فريق العمل بشكل كبير. رضا كيفاش تجرحت؟ أنا نخدم في زغوين، مروح من الخدمة مع حكيت 7 متاع العشية. وقتاش هذا النهار تتذكر؟ 15 أبريل. 15 أبريل 2011. باك مروح من الخدمة، عطاني هو 50,000 على أساس باش ناخو سطل لكيب وأربع كيلو دبوزة دليون على أساس باش نخدم بهم بيبان السباح، خاطر هما كونكوري يحلوا 9:30 تاع السباح. مشيت خذيت السلعة اللي خذيتها وهبطت القهوة، عملت القهوة ولعبت طرح حرامي. بعد القهوة جيت سكر قهوتي وروحت. تصبح على خير، تصبح على خير. طالع مروح أنا قريب نخلص كيس الرئيس، حبست لي مرسيدس بيضة مسكرة كلها، فيها كان البولارات موجودين بالجرياج، حبتولي منها 4 لبسين كاجور جماعة البوب. مش عرفت جماعة البوب الكهرباء مكتوب فيها الشرطة، ونعرفها أنها تخدم ثم في زغوان، خاطرش قبلي مش كان لي أنا جوني قبلي فما شكون شدوه جماعة هذوم. طلب مني واحد منهم بطاقة تعريف، عاودة حبست كرهبة أخرى نوع متاحة سيتروين سي كانز سي في، فيها واحد يخدم من العدلية نعرف، وهذا كان يحطوه في اليابان طل. قال لهم هذاك ما غير ما تاخذ عليه بطاقة تعريف روم انتيال عليك الكلمة. عهدي بروحي منين وهيك ضربني بالشوك على رأسي، 4 عوين من الباب، واحد يعفس فيه يقول لي أنا ما موتش في تيالة ما عادش نموت الثورة، والآخر معناها يتسمح حن عليه يعمل لهم سم سيبوه ذري تيالة رانا قتلنا منهم برش. كيف نهك باللغة هي هكا تعرف هذه شهادة تاريخية وشهادة مهمة، الناس تسمع فيك الملايين. في بيلي الملايين يسمعوا فيه، وهم لو كان ما همش هم مش يخذوا لي حقي باش ناخذ حقي فيه. قدمت قضية مشيت هما نورمال مو الحاكم يعيط لي وإلا يجاوب معايا وقت اللي أنا تحرقت، ووقت اللي تحرقت لجيني حاكم، لجيني جيش، لجتني حماية مدنية، طفاني واحد متعدي بيعث وربي لقيني مش طفين. هم حرقوك؟ كيفاش حرقوك؟ لقيني نشعل. كيفاش باش حرقوك؟ صبوا علي دبوزة الدليون هذا اللي انت شريتها باش تخدم بها. انا شريتها باش نخدم بها، انا كان ما جتش معناها هيزها ما تصير ليش الحرقه هذه، رام دقدقوني بالطريحة وسيبوني يضرب فيا بيد نتاع بيوش. هز صب عليك وشعل لقيده؟ اسمعني، يضرب فيا بيد نتاع بيوش في الاخر. هو اسمه رؤوف، الشهره نتاعو نمرود. قلت له انا يا نمرود انت راك ما تجيش نمرود، جي كان ضبطة حل دبوزة الدليون، وقال لي شوف الضبدع وش بشي يعمل فيه. صب علي دبوزة الدليون على كامل بدني وربطني بيد وربطني بلكشة بتاعه وبش نوريكم أنا كل شيء. بالحق راني نعيش في عيشة راكم تشوفوا كل شيء على سنتي هاي. في الاخر اتهموني اللي أنا هو حرقت روحي. شكون اتهم؟ شكون اللي قال لهم اللي انا حرقت روح؟ السيد هذا اسمه رؤوف، وقت اللي انا في السبيطار معناها بين حياه وموت جاني قدام الطبيب قال لي علاش تحرق في روح؟ الطبيب متاع عظام هذا يصور فيا على عظامي مكسره ولا، وبلاصه البرتكان تاعو هاي مزياده في بدني. سيدي تونسي للتونسي رحمه، هاي الرحمة قدام عينيك، طيحوا لي فمي، ربطني بلقشة بتاع حبل في بوتو، وعليها إلى الدرجة هذه الدرجة من تيالة، عليها إسرائيلي أنا من تيالة، يعملوا نخدم نحن في تيالة وما عادش نمشي أنا الزغوية،
3 سنين تالا ما روحت ليه. قول لي ما اعتبروكش جريح ثورة ولا لا؟ ما اعتبرونيش، مانيش مقيد في حد شيء. انا مشيت الرئيس المركز في زغوان، بعد ما قلت له حكيت له على كل شيء، قال لي صححت، جيت نقرا في الورقه كاتب فيها ضد مجهول. علاش ضد مجهول؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم قسما بالله. لا عندي دواء، ما عندي شيء، وهي بلاصه الحبله هي بينا في يد. تصور انت رئيس منطقه مشيت لي نحكي له على حقي، يعمل لي انت موجه مدير بروحك، شكون بجي ياخذ لك حقك؟ يا ربي زبعان، وين بجي ياخذ لي حقي؟ شادين وزر ورؤساء كيكة قسما بالله، والله ما شادين الكريزي كيكة. كان هما بن علي قالوا لي ديكاج، انا المرزوق نقول له انده مش هو ديكاج، انده نقرا واحد. علياش ما عملوا لنا شيء؟ احنا ميت برقيبة، جينا بن علي قطع بن علي، جينا المرزوق يا وعاود وقفلنا بن علي. نحن من القبر عاود جينا، نحن برقيبة عاود خرج لنا من القبر اللي هو المرزوق. يقول لك السلفي إرهابي، هي وانتم مش تتسموا ما كومش إرهاب، تشد بشر تحرقوا ما هوش إرهابي، عليها هكا. ما كان فما حتى شاهد في قضيتك؟ طفاني واحد برك، أنا عندي زوج شهود، عندي ربي سبحانه والسيد الطفاني. وقت اللي تحبوا أنتم تحبوه يشهد نعيط له في أي وقت. مستعد يشهد ال... طيب مشيتش، سامحني رضا، مشيتش المنظمات، مش معناها مش للدولة مش للحاكم، مشيتش المنظمات حكيت لهم حكايتك، شكيت لهم ما مشيتش؟ والله ما عنديش لشكون باش نمشي، خطرش بالحق فقر من قبل الواحد، فقر معناها غير من بلاد ويخدم على الفقر. كي عملت فيه كيفك شكون باش يخدم انا؟ يقسم بالله العظيم يجيب 100 ورق، يقسم بالله العظيم يجيب 100 ورق. كل سبعة نطلب نمد في يدي العباد باش يعطوني على القهوة. انا البشر اللي قدامي كنت في زغوان نصرف في 30,000 انا يوميا، جا ربي عملوني حل، جا ربي ما كاش خل ناخذ حقي بيدي، بالحق ناخذ حقي بيدي، نولي سفياع بالحق ونقص لها في روزها لبعض. انا كي نشوف الحاكم عباره شفت بليز قدامي، وزاد داره داره من تالا كامل نشوف حطوهم قدام الدار. اقسم بالله العظيم كي نشوفهم عباره شفت بليز، والله العظيم. يا ربي عني عليك، يا ربي عني عليك، انت قوي عليك يا ربي، والله مازلت قوي انا عقطراش ربي معي. المعتمد يوميا ساكنه في المعتمدية، اقسم بالله اول مره في حياتي ندخل المعتمدية قد ما دخلت لها المره هذه. 4 شهور نمشي عليهم ونجي. شوف عطيني او كرني اصبر، هذه كل دويات انا ما لقيتش باش نزرع دويات من سبيطار بن عروس. شوف انا نستعمل في كرني اصبر يا عبيد ربي، اللي فما عبيد نعرفهم انا يخدموا في فرنسا، عطيني وشهاده بهذا القسم بالله. شوف هو الكنترول متاعي نهار، شوف الكنترول متاعي ليلة راس العام، ما عنديش باش نمشي، عملوا لي حل من الاخر وعلى الاخر، عملوا لي حل، ما كومش باش تاخذوا لي حقي، باش ناخذ حقي بيدي. ودخلوني للسبيطار في زغوان بشر محروق، يحطوه في بيت ماهيش معقمة، بجا ربي خنوريك انا الجرذومة كيفاش رجلي نكبت يالي. وزيد في الاخر في بن عروس، يمشوا لبن عروس يقولوا لهم الامبيلونس تعمل لهم حرق روحه. عليها عليها الدنيا دي فيها ربي، يا ربي خنوريك شوف رجلي كيفاش نكبت يالي. انا الجرذومة بجا ربي صور يالي، اول ما بدتلي لهنا، بعد نقصت لي لهنا هاي، نقبت لي رجلي، شوف رجلي من هنا شني عملت فيها، شوف نقبتني تنقيه بجرثومة، وما نعرفش عليها لتو موجودة في بدني ولا ماهيش موجودة. انا انسان اقسم بالله العظيم، ما هما فما زوز اولاد امس دخل
نمشي في الكياس دخت وحدي 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 دخت شني معناه؟ أنا كنت سميكم أنواع الدويات اللي يعطيه كل طبيب نمشي له يعطيني دواء، أقسم بالله ما أنت الأول ما تهبل في راسك. بشر حيط تخلل فيه، حيط عبيد ربي ريتوه، حيط مشو بشي بعد عليك راوك تجي باش تمشي قدام، حيط ماهوش باش يخلي لك الثنية باش تتعب. يعني بشر عايشته على البركيزون، أقسم بالله عايش على دواء الأعصاب. حبينا نحطوا حكاية رضا بدون رتوش وبدون مقص، وسواء رضا حرق روحه ولا حرقوه لازم نداويوه. اللي شفناهم في حلقة اليوم هما عينة من جرحى الثورة، ما كانش بالإمكان كما قلنا أنه نلتقي بكل جرحى الثورة، ولكن على الأقل حبينا نعرج من جديد ونقوله مش بإمكاننا أن ننسى جرحى أو شهداء الثورة. هذا كل ما عندي اليوم، الحلقة الجاية ستكون في غاية من الأهمية، والكل في الصميم.